رجل مسافر يا شيخ اما الناس وهم مقيمين واخبرهم بانه مسافر فقال انا اصلي ركعتين وانتم اتموا فلما سلم من الركعتين جاء شخص من المامومين الذين معه ليكمل الصلاه اكمل الصلاه بهم نعم يا شيخ لا باس بذلك اذا انهم اتفقوا على ذلك انهم يصلون مع المسافر واذا سلم من القصر فانه يتقدم واحد منهم ويكمل بهم الصلاه لا مانع من ذلك وان تم كل واحد لنفسه فلا مانع من ذلك ايضا نعم.